بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنلاقي لكم نقلة تانية جوه العهد القديم، ونشوف نوع تاني من الحروب الروحية في حياة سارة وهاجر، أو هنحط سارة وهاجر كده كدراسة، منها الحروب الروحية ومنها أمور أخرى نتعلمها كخدام. طبعا سارة دي مرات أبونا إبراهيم، وهاجر دي الجارية اللي جاب منها إسماعيل. تكوين 16 يقول: وأما ساراي امرأة إبرأم، كان لسه ما خدوش الأسماء الجديدة، إبرأم بقى إبراهيم وساراي بقت سارة. فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لإبرأم: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. دي نوع من الحروب، ان الواحد يكون متعلق برغبة جواه تخليه يتصرف تصرف ممكن يندم عليه العمر كله، ممكن نسميها حرب التعلق. حتى لو التعلق ده شكله مش غلط، يعني سارة تعلقت جدا برغبتها انها تبقى ام، ربنا مديها وعد، انما هي مع التعلق الشديد مستعجلة مش قادرة تصبر. فاحذروا من الفكر المسيطر لرغبة معينة. تلاقي واحد مسيطر عليه فكرة واكل عقله، لازم اغير عربيتي واجيب النوع ده بالذات، وده يحتاج مني مش عارف قد ايه، فلازم احوش ولازم اشتغل. ولا حبيب ربنا يديك ويوسع عليك، بس لما تبقى الفكرة مسيطرة قوي كده لازم هتغلط. فالتعلق بأي حاجة حتى لو بانت حاجة حلوة، لأنه طبعا كون سارة تجيب عيال دي نعمة هدية من ربنا، لكن ما توصلهاش لدرجة أنها تعدي ربنا وتتخطى ربنا ووعد ربنا وما ترجعش لربنا وتقول كلام غلط وتمشي جوزها على كلامها. فدي نقطة مهمة، حاسبوا دايما من أن القلب يتعلق بحاجة وتبقى سيطرت عليه بزيادة. وأظن لو كل واحد فيكم راجع حياته هيلاقي في مرحلة من حياته كان في حاجة معينة عاوز يوصل لها بإلحاح، وغالبا المرحلة دي كان فيها عصبية وكان فيها نكد وكانش فيها صلاة كفاية، ويجوز خسر فيها ناس ويجوز لخبط في الكلام. فحرب التعلق دي مشكلة. وبعدين لما الواحد بيتعلق بحاجة زيادة وما يوصلهاش بسرعة بينتج عنها مجموعة من الخطايا. أول خطية خطية لوم الله نفسه. لاحظوا في النص أنه سارة قالت هو ذا الرب أمسكني عن الولاد، يعني جابت الغلط على ربنا، مع أن ربنا كان قايل لهم من قبل ما يطلعوا هعمل ولادكم نسل بلا عدد، خلي نسلكم زي رمل البحر، إذن لازم هيجي عيال. إنما هي بتقول له أصل ربنا مش بيسمع لي، ربنا ظلمني، ربنا ادى الستات كلها وما ادانيش، ومع كده احنا ماشيين معاه. ايه سر الحكايه؟ وربنا بيلام من امتى؟ ربنا بيلام ده انتوا عندكم خير الدنيا، وبعدين لسه فيها، مين قال ان الوعد وقع؟ فهنا التعلق الزائد بيخلي الواحد اعمى، فممكن تقلب معاه بلوم ربنا، وده نوع من انواع التجديف. ما تستسهلوش ابدا انك تلوم ربنا، دي خطية مش قليلة. ساعات الناس يعني تستحلها بالساهل، لا، لما تكون تعبان قول له يا رب أنا مش فاهم أنا تعبان، لكن ما تقولوش أنت غلطان، ما تقولوش أنت مقصر في حقي، لا. وبعدين بقت قال يعني هتعذر ربنا، فبتقول له ربنا أمسكني عن الولاد، وأنا ساعات تطلع تبريرات كده. يطلع كمان خطية عدم اللياقة. يعني ايه خطية عدم اللياقة؟
في خطايا صريحة وفي خطايا تحت عنوان كبير اسمه لا يليق. الحياة لغاية الوقت ده ما كانش فيه نص صريح بيقول ان ابونا ابراهيم ما ياخدش جارية ويرتبط بيه، ما كانش فيه شريعة لسه، شريعة جت في موسى. انما ولو حد تاني عمل التصرف ده يجوز وكان يعدي، لكن اللي بتقوله سارة لا يليق بابراهيم وسارة. فاهمين اقصد ايه؟ خطية عدم لياقة. يعني ايه؟ يعني في واحد يفضل يقول ايه، ما هو التصرف ده ما فيهوش حاجة غلط، هو ما فيهوش حاجة غلط، بس ما يصحش واحد زيك يعمل كده، لكن هو على الورق ما فيهوش حاجة غلط. فاهمين؟ في بعض التصرفات كده ما تبقاش غلط صريح تتمسك عليك خطية يعني، انما انت تحس انه ما يصحش، لا يليق بي انا اللي قريب من ربنا ولسه متناول اعمل كده، لا يليق. فهنا سارة عاوزين نقول لها مالكيش حق يا سارة. هتقول لك وانا عملت ايه غلط؟ لا، انت عملتي غلط هتشوفي بعد كده انه غلط، في الوقت في الاول خالص مش باين انه غلط. ما احناش بنكسر وصية صريحة، لكن الحقيقة مخبي جواه غلط وغلط فاحش كمان. فإذا بعض الخطايا اللي بتبقى خطايا عدم اللياقة بتنتهي بمشاكل ضخمة جدا وخطايا كبيرة جدا، وهي ابتدت بإيه؟ هي حاجة ما يصحش بس إحنا عملناها برضو، لأنه ما يصحش أبونا إبراهيم رجل الله الوحيد اللي ماشي على الأرض بتاع ربنا كده وحلو ينزل للمستوى ده، مش صح. وما يليقش بيكي يعني ست عظيمة هتبقي جدة للمسيح انك تقولي المشورة التعبانة بتاعتك دي. الخطية الثالثة في الحتة دي، ده كل ده بدأ بحرب ايه؟ حرب التعلق. شوف لما الواحد تلبت في دماغه فكرة مسيطرة يقع في حاجات كتير. ابراهيم وسارة دول بتوع صلاة، حياتهم صلاة، طلعوا من من كلدانين بيصلوا، عايشين يصلوا، ما لهمش غير الصلاة، هم يصلوا وربنا يبارك. انما الموقف ده ما شمناش فيه ريحه الصلاه، حتى ابونا ابراهيم مش يقول لها طب تيجي نسال ربنا، هو بيسمع ربنا كتير. مش ساره تقول له طب انا رحت لربنا وسالته قال لي لا، قال لي اه. هي حاسه، خلي بالكم الحته دي، ساعات الواحد يبقى حاسس ان اللي بيعمله غلط فمش عاوز ياخد رايه، لانه لو خد راي ابونا هيقول له لا. لو وقف قدام ربنا وقفة صادقة هيطلع يقول لا. فيبقى ايه يعني؟ بزيادة الصلاة اليومين دول وبزيادة ابونا الشهرين دول واللي انا بعمله مش غلط. فاهمين الفكرة؟ لا، هو غلط، غلط بدليل انك مش بتصلي، غلط بدليل انك مش بتسأل. انت اكيد اللي بتعمله مش مظبوط، حتى لو شكله يعني يعدي. لا، هو مفيش حاجة بتعدي بالسهل. إذا كل ده بيبدأ بإيه؟ حاجة مسيطرة على الواحد عاوز يعملها وتبدو كويسة، إنما الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية كويسة وربنا هيدي إسحاق، إنما الوسيلة غلط، هاجر غلط، تدخل ليه في النسل العظيم ده؟ مين قال كده؟ مين أشار بكده؟ وبعدين ده أنتوا عيلة بتاعت ربنا، ربنا ملوش رأي في الموضوع؟ فين ربنا في القصة؟ مفيش ربنا. تاني غلطة، سمع إبراهام لقول ساراي. تحسبوها غلطة ولا فضيلة؟ في مواقف تانية تبقى فضيلة، هنا غلطة وخطية. هل دائما حين يسمع الزوج لزوجته خطية؟ لا، إنما إذا كان اللي بتقوله بيرضيها على حساب ضميره الروحي غلط. طب هتزعل؟ تزعل شوية يبقى يصالح، وما كانش حصل اللي حصل. خلي بالكم احيانا الستات يستخدموا اسلوبهم في الضغط على رجالتهم، القفش والزعل والنكد فالراجل ايه؟ يشتري دماغه ويرضي. الحقيقه الارضاء مش دايما صح. ادم لما ارضى حواء البشريه كلها سقطت، وابراهيم لما ارضى ساره جه اسماعيل، ما كانش حسب الخطة. ده مش معناه يا جماعة سارة ست وحش، سارة ست عظيمة، لكن دي نقطة ضعف
فلما تلاقي مراتك في وقت ضعف ما تضعفش معاها، خليك انت قوي، خلي جوزك يحميك، انت رجل رب الاسره، انت كاهن الاسره. لا لا يا سر، ليه نعمل كده؟ تعالي نسال ربنا، وليه ننسى الوعد اللي هو قاله لنا، وليه نشك في قدرته؟ هو يقدر، واللي حفظنا كل الايام دي يحفظنا بكره. وبعدين يا سارة، انت لو جه ولد مش من عندك ما يمكن تتعبي، انت مش قدها، وده اللي حصل فعلا، انها تعبت بعد كده. انما ابونا ابراهيم زي ايه اللي بيكبر دماغه وايه يؤثر السلامه، مش دايما ده صح يا جماعه، مش دايما. عشان كده الرجل راس المراه، هنا اتقلبت الموازين. حتى خضوعك لزوجتك وهو فضيله، انا بقول انه فضيله لان الكتاب قال اخضعوا بعضكم لبعض، احنا ما عندناش السيد، لكن لازم تبقى انت رب الاسره، رجل البيت، كاهن الاسره، صاحب القرار في الاخر، وتبقى عينيك في راسك وعارف انه احيانا زوجتك ممكن تدفعك في حته مش مظبوطه. وهي نفسها على فكره اول حاجه قالتها بعد شويه ظلمي عليك، برضو الستات دول صح، يعني ظلمي عليك، يعني انت صاحبه الراي وصاحبه القرار، وانا سمعت كلامك وجبنا الولد، وبعد كده لما هاجر بصيت لك بصه طلعت انا الغلطان. اول ما هاجر احتقرتها شويه جت تتخانق مع جوزها، كان ما اسهل ان يقول لها طب اعمل لك، ما انت اللي قلتي. لا، ما انت من الاول غلطان انك سمعت لها برضه. الخضوع فضيله لكن يحتاج الى حكمه، والا يتحول الى رذيله. وارجوكم يا ستات، ارجوكم قولوا رايكم واطلبوا، لكن بلاش تقعي في محاوله فرض رايك على جوزك. احيانا السيدات يتزحلقوا في الحته دي، تبقى عندها الحاح جواها فتقنع جوزها بكل الطرق وتكون الموضوع مش صح، زي حواء اللي اقنعت ادم انه الشجره جميله وطعمها حلو، طب دوقي يا حبيبي، وربنا فين وكلامه فين؟ فحسبي من نفسك، انت كست عظيمه بتخافي ربنا، حسبي من نفسك ان ساعات لما حاجه تسيطر عليكي تبقي عاوزه جوزك يوافقك وخلاص. طب ما تستني ليكون ربنا هيتكلم على لسانه، ما تراجعي موقفك في الصلاة الأول لحسن تندفعي في حاجة مش محسوبة. طبعا أحيانا الواحد بيغلط لمجرد أنه بيتجنب المشاكل، يعني لا أدخل في مشكلة ولا تغلطش. زي إيه؟ عارفين لما واحد يكذب ويقول عشان بس نخلص الموضوع؟ لا، مين قالك أنه هيخلص؟ أنت كذبت، إنما الشيطان لازم هيطلع الكذبة دي ويكبرها بكرة، والموضوع اللي انت كنت فاكر انك بتخلصه عكيته خالص. لا، ما تغلطش، اتعامل مع المشكلة. سارة تعبانة نفسيا، سارة ضعيفة اليومين دول، طبطب عليها وقول لها تعالي نصلي اكتر يا سارة، انت مهزوزة اليومين دول، انت الشك لعب بيك، انت ضعفتي عن الاول، تعالي نقرب من ربنا، لازم ربنا هيسندنا. من حقها تضعف ومن حقها عليك تساعدها، إنما هي لما ضعفت طلعت بقرار هو هودها في القرار، بدل ما يعمل دوره الرجولي المظبوط إنه يسندها في ضعفها ويعدل روحياتها ويتمشي مركب صح. فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جارتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت. خلي بالكم في هنا حاجة غريبة في النص، مين اللي جاب هاجر لابراهيم؟ ساراي. مين اللي جاب حواء لادم؟ ربنا. الزواج المسيحي بنقول له استلم يا عريس عروستك بيد، ونقصد يد المسيح، بس يد وكيله، بيد ابونا الاسقف، ابونا الكاهن. فالاستلام ده ادم بيستلم حواء من ايد ربنا. هنا سارة عشان تجمل الصورة قالت له هاجر كمان زوجة ليك، تاخدوا بالكم التعبير، سمتها زوجة، وقالت أنا متنازلة عن كرامتي يا سيدي، ما تزعلش، أنت مالك، أنا مبسوطة كده وابنها هيبقى ابني. إنما الحقيقة دي من إيدك أنت يا سارة، مش من إيد ربنا، ده زواج مش مسيحي، ده مش مشروع إلهي،
ده ربنا ما دخلش في المشروع ده خالص، دي علاقة غلط، لأن ما جمعه الله هنا ما فيش جمعه الله، دي جمعته صار راسين في الحلال، لا مش في الحلال، واخدين بالكم اللي عاوز اقوله؟ هنا صار اللي مجمعه بسبب الإلحاح. تصوروا واحدة يوصل جواها التعلق والإلحاح انها بتيجي على كرامتها وعلى نفسيتها الى هذه الدرجة، وهي فاكرة انها بتعمل حاجة كويس وبتعمل حاجة غلط. فحبلت، ولما رأت انها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، فقالت ساراي لابرام ظلمي عليك، انا دفعت جاريتي الى حضنك، فلما رأت انها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. الله، دي بداية خناقة بقى، دي عاوزة مجلس كليريك، شغلانة، ظلمي عليك وربنا يحكم عليك بيني وبينك ومنك لله. الله، ايه الشغلانة دي يا سار؟ تلاحظوا اللخبطة، شايفين وصلت لإيه؟ ده أعظم كابل في تاريخ البشرية في الأول، إنما ممكن يحصل كده لمجرد حرب التعلق، حاجة نفسي أوصلها بأي طريقة مش صح، حاسب يقضي الرب بيني وبينك. فقال إبرام، إبرام متواضع ووديع وباله طويل ومليان فضائل، هو زجاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك. بصراحة حتى ده غلط. ليه؟ من الرجالة اللي يحبوا يعني يأثروا، عشان هو راجل طيب زيادة، إنما لا، هي بتقول كلام غلط، ما ترضهاش في كل حاجة، قول لها لا يا سر انت اللي غلطتي، ما نصلحش الغلط بغلط، حتى لو ما هي تبقى اسلوبها وحش ما ينفعش نزلها. اذلتها ساراي، بقى البيت مليان لخبطه، البيت اللي كله تواضع ووداعه وصلاه وحكمه وحب، ولا دخلت حاجات غريبه، دخلت غيره ودخل حقد ودخلت ذل ودخل عصبيه ودخل الله، كل دي بمشوره غلط ابتدتها ساره بسبب حرب التعلق، فهربت من وجهها. خطية لوم الآخر، خطية أو حرب من الحروب اللي بتواجهنا إن الواحد يقع باللوم على شخص آخر، يبقى هو اللي عمل العملة ويسقطها على شخص آخر. طالب ما يذاكرش يزعق في والدته ويقول لها ما أنتوا السبب، هو ده بيت ده؟ يا ابن البيت ماله، أنت اللي ما بتشتغلش. أو زوج يخرب الدنيا وبعدين يقول أصل مراتي مستفزة. مستفزة إيه؟ أنت عصبي، انت فيك عيب لازم تعترف بيه، ما ينفعش تفضل تغلط وترمي اللوم على غيرك، ده عمره ما هيصلح شيء، ده مش طريقة ربنا كده. وبرضه ربنا يسأل آدم ايه اللي عملته يا آدم؟ حواء، ايه عملت ايه حواء؟ الحية. محدش بيقول سوري ليه؟ محدش بيقول انا غلطان ليه؟ دي حرب يا جماعة، حرب انك يستهويك ترمي المشكلة على غيرك. واحنا شاطرين جدا في تلامس الأعذار لنفسنا وفي إثبات الخطأ على الآخرين، عندنا كده برنامج ما فيهوش فيروس في دماغنا، ما يخيبش أبدا، مهما اتهموك تلاقي عذر، وأول ما تيجي الدور على حد سهل قوي تثبت عليه التهمة. ده غلط، البرنامج الإلهي غير كده، البرنامج الصح إنك لما تدوق تبص على الغلط جواك وتواجه وتعتذر، تعترف أنا مخطئ، أنا غلطت في التصرف ده، وتعذر الآخر مش تعذر نفسك. ده البرنامج المظبوط بقى اللي المفروض يبقى جوه الواحد، تعذر الناس ولا تعذرش نفسك عشان تبقى قد المسؤولية. صحيح، كمان خطية استخدام الله. يعني إيه؟ ساعات الواحد يدخل ربنا في الموضوع، ربنا ما دخلش من اول القصه، مش كده؟ بقى لنا ربع ساعه بنتكلم، ربنا يا عيني مش موجود في الموضوع. ساره اتعلقت، قالت له خد هاجر، خد هاجر، جاب حبلت، اتخانقوا، زلته، قالت له يا رب يقضي الرب، الرب فين في الموضوع؟ يقضي الرب بيني وبينك. في ناس تلبس ربنا جزء من التهمه او تدخله في الموضوع غلط، ما تعترف من الأول أن ربنا ما كانش في الموضوع، ما تواجه نفسك أنه الغلط أن ربنا ما قالش يمين ولا شمال، أنت اللي اتحركت بنفسك. ده في ناس حتى في المشاكل يا جماعة تحاول تلوي دراع الحقيقة بشوية آيات،
استخدم الآيات استخدام كده، يعني مثلا مشكلة زوجية يدخل الراجل، نص الرجالة يدخلوا، مش الكتاب قال الرجل رأس المرأة؟ هو الكتاب ما قالش غير دي؟ الكتاب قال خليك حنين وخليك شبه المسيح وخليك وديع وخليك، إنما هنا حطت الآية وحشر ربنا عشان أغراضه هو. قال لما تقول له ربنا يقضي بيني وبينك هيكش منها، تقوم تعمل اللي هي عاوزاه، وده اللي حصل فعلا. فين ربنا في ده كله؟ تحسوا كم شهر دول عدوا مفهومش ربنا خالص، من ساعة المشورة للحبل وحبلت والخناقة. وبعدين ايه عيوب سارة هنا يا جماعة؟ في عيوب بتخلي فيه خطايا كتير. اول عيب قلناه احنا بنلخص اللي فات، الاندفاع وراء الرغبات. في شخصيات مندفعة يسموها امبالسيف، يعني في امبالس، في فكرة جت مش قادر يفرمل نفسه، لازم يعملها عشان يرتاح. طب ما ممكن تبقى غلط، طب ممكن تتأجل، طب ما تدرس الأول، طب نصلي، بلاش تبقى كده. فهنا سارة اندفعت وراء رغبتها بدون حساب. تاني عيب انها ما حسبتش، كان مفروض تفكر انا هحتمل اشوف واحدة بترضع ابني اللي انا هدعي انه ابني قصاد عيني، انا هحتملها دي؟ انا هحتمل ان جوزي تبقى معانا واحدة ضرة، يعني واحدة يعني عايشة معانا مراته، انا اللي هعمل له كده؟ هل انا هحتمل؟ طب انا الولد ده انتمائه ليا ولا الهاجر بعد كده؟ ما هي اللي هترضعه ضروري. ما حسبتش، ما حسبتش اي عواقب، هي اتصرفت وخلاص بعد كده نحل المشاكل. لا، مشاكل ما تتحلش، الحياة في مشاكل لغاية دلوقتي موجودة بسبب الشغلانة دي، مش راضية تتحل لأنه ما حسبناش العواقب. تالت نوع، تالت عيب برضو أنا ببتدي بحرب التعلق، الإلحاح. واضح إنها ألحت على أبونا إبراهيم وزنت، فهو إيه؟ رضخ. وزنت تاني من مضايقتها من هاجر فرضخ. الزن رذيلة إلا في حالة واحدة، على ربنا. زن على ربنا، ربنا ما بيزهقش، وتبقى فضيلة. تزن على الناس تبقى رذيلة، تبقى حاجة مش كويسة، تبقى خطية، بتزهق اللي قصادك، بتخليه يرضى وخلاص. لكن ده مش صح، إنه يرضى وخلاص وهو مش مقتنع. خطية أخرى أو عيب آخر في سارة، الإسقاط وعدم الاعتراف بالخطأ. إن الواحد يرمي الغلط على غيره، أصل أنت مقصر معايا. لا لا يا سارة، أنت غلطانة طبعا، حتى لو قصر لا، اعترفي إن قرارك غلط ومشورتك غلط، الفكرة كانت غلط. ما ينفعش يا آدم تقول هي السبب، أنت غلطان، أنت راجل، كان المفروض تقول لها إيه اللي بتعمليه دي يا حواء؟ مهما ده أنت عشان بتحبها كان لازم تقول لها لا. فهنا اوعى ما تعترفش بالخطأ، من أصعب الأمور إن الواحد ما يعترفش بخطأ قدام نفسه، يبقى مفيش تغيير، مفيش تصليح. نقطة كمان، الغيرة المرة. طبعا وقعت في غيرة فظيعة، مع إن هاجر أقل منها، دي جارية، إنما شوفوا الغيرة تتحرك بإيه؟ بنظرة. هاجر بس بصت لها بصة ليها معنى، ولعت سارة وبقتش عارفة تنام ولا تاكل ولا تعيش، قدر البيت كله. دي نظرة. شوف الغيرة بتيجي من ايه؟ زي شاول لما غار من داود، كلمة كلمة قالوها البنات في الشعر، لما قتل داود، قتل شاول ألوف وداود ربوات، ربوات دي ولعت شاول، قعد عليها بقية عمره يكره داود ويحاول يموته. ايه اللخبطة دي؟ ايه ده، الواحد كلمة تهزه كده، نظرة توديه وتجيبه؟ ده الغيرة دي مرة صحيح. قميص ملون بس، هدية فارغة، يعني ما تستاهلش، عملت متاعب في بيت أبونا يعقوب وخلت إخوات يوسف يموتوه، يا شوف لا أنا ضخمة جدا، إيه ده كله ده؟ الغيرة وحشة أوي، الغيرة مرة، سماها معلمنا يعقوب كده الغيرة المرة، لأنها بتاكل قلب اللي بيغير، هي مش بتعذب التاني، هي هاجر مش تعبانة، هي اللي تعبانة سارة. فاهمين الفكرة؟ ف
فقال ابرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينك. فازلتها ساراي فهربت من وكاه، فوجدها ملاك الرب. ربنا ساعات يعمل ايه؟ ربنا طيب صحيح، يصلح اخطائنا حتى من غير ما نصرخ. فابتدى يلم ورا اخطاء ابراهيم وسار، لانه هاجر دي هتموت، هتبقوا اذنبوا ذنب كبير قوي لو سابوا هاجر وابنها اللي في بطنها يموت بسبب الظلم بتاع ابراهيم وسار، وهم اصحاب القرارات. فراح ربنا يعني ملاك الرب وجدها على عين ماء في البريه، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جاريه ساره. خلي بالكم من ربنا بيقول ايه، ملهاش مرات ابراهيم، لا هي مش مرات ابراهيم ومش هتبقى مرات ابراهيم ابدا، لان ده مش كلام ربنا. فاهمين انا اقصد ايه؟ هي مش مرات ابراهيم. ربنا بيقول جاريه ساره، هتفضلي قدامي جاريه ساره. من اين اتيت والى اين تذهبين؟ لما ربنا حنين على الكل، انها مظلومه فعلا. فقالت: انا هاربه من وجه مولاتي سار. هنا في كم خطا تاني. احيانا الراجل يبقى سلبي، دي خطيه، السلبيه خطيه، السلبيه خطيه. لما تشوف غلط في بيتك وتسكت غلط، لما تشوفي غلط في عيالك وتسكتي سلبيه غلط. ما تجامليش عيالك على الحق. عالي الكاهن ساب عياله يلخبطوا في الهيكل ومش راضي ياخد موقف، لازم يتمنعوا من الكهنوت، ما انت رئيس الكهنه، ما رضاش ياخد الموقف ده، هلكوا عياله. ففي سلبيه احيانا تبقى فينا بدافع الطيبه الزياده، او لا، ربنا يسوع كل الطيبه فيه، بس فيك منتهى الايجابيه. وبعدين خطيه اخرى ان الواحد يتأسى قلبه، هنا تحس ان صار قلبها قسي، وابراهيم نفسه كمان. طب دي اللي عايشه معاك وبقالها سنين بتخدمك، والنهارده هتبقى ام ابنك، ودي المشروع اللي قالته ساره، بقت بتتذل. وبعدين في حته مهمه بقى، ان ربنا ينصف المظلوم حتى لو هو مش بتاعه. خلي بالكم ساعات الواحد يستغرب، ربنا بيسمع لناس كتير. ايوه طبعا ربنا عادل وحقاني، المظلوم مظلوم، المظلوم هيفضل مظلوم قصاد ربنا. مش معنى ان انت مسيحي لو ظلمت ربنا يقف معاك، لا طبعا مش يقف معاك، لما تبقى مظلوم يقف معاك. وقال: يا هاجر جاريه ساراي، من اين اتيت والى اين تذهبين؟ قالت: انا هاربه من وجه مولاتي ساراي. قال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدي. شوف ربنا لما يحل المشاكل يقول لها: طب بصي انا هوصيهم برضو، دول ولادي، ارجعي بس وانا هظبط الدنيا. ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يدي. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثر. لأنها مظلومة، لأنها مظلومة، ربنا حقاني، أنا هبارك لك يا بنتي، أنت مالكيش ذنب في القصة دي كلها، قلتي حاضر مرتين، حاضر خدي إبراهيم وحاضر اطلعي بره، حاضر، فأنت مظلومة. ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، إسماعيل يعني الله يسمع، سمع صراخها لأنها مظلومة، ربنا يحكم للمظلومين، لأن الرب قد سمع لمذلتك. خطية هاجر حتة صغيرة، صغرت مولتها في عينيها. طبعا ما نقولش إن هاجر بريئة، لأن هاجر ساعات لما ربنا يدي الواحد يحتقر الآخرين، حتة وحشة فينا برضو بتحصل ساعات. يعني ربنا رفعك يا هاجر وبقيت ستك محترمة، يعني ما تسوقيش فيها وتحتقري الناس. فلما ربنا يكرمنا ويبارك لنا ويفرحنا ويكبرنا، مش معناه انك تستقوى وان الناس تصغر في عينيك، دي خطية وحشة عند ربنا، وهي اللي جابت المشاكل كلها، ان الناس تصغر في عينيك. لا، عارفين لو هاجر كانت فضلت متواضعه يمكن كان التاريخ كله اتغير. طبعا هيفضل اسحاق ابن الموعد، لكن يمكن البركه كانت اختلفت. لكن بسبب كبرياء دخل قلب هاجر وصغرت مولتها في عينيها، دي غلطه طبعا. ساره ردت عليها رد غلط، ودخلنا الاثنين بيغلطوا، هي احتقرت ساره وساره زلتها، ودخلنا بقى في اثنين بيغلطوا. ربنا
ساعات يحقق مع الواحد عشان يطلع اللي جواه في حلاوة الصلاة، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ طب يا رب أنت عارف كل حاجة، معلش قول، احكي لي يا ابني، اشكي لي. لما الواحد ما يلاقيش حد يشكي له، عندك الصلاة، اشكي واحكي، ربنا يحب يسمع ويسمع زي ما أنت عاوز، تعيد وتزيد مش هيزهق. وبعدين ربنا يدي المشورة اللي كلها تواضع ووداع، ارجعي واخضعي. انت يا بنتي مش هتعرفي تعيشي كده، عيشي في غنى ابونا ابراهيم واخضعي لابونا ابراهيم، لانه غالبا ابونا ابراهيم قلبه محروق على الولد. هو الراجل دلوقتي تعبان، ما هو مش عارف يعمل ايه، يرضي ساره ولا يرضي الطفل الجنين ده اللي هيجي اللي مستنيه بقاله سنين، بقاله ابن برضه مهما كان، ما هو تعبان هو كمان. وقال لا ملاك الرب، أنت حبلة لدين ابن وتدعين اسم إسماعيل لأن الرب سمع لمزلتك. ربنا بيدي وعود للمظلومين، أكثر نسلك وتلدين إسماعيل، يبقى الرب سمع لمزلتك. إذا ربنا بيحكم لأي حد مظلوم، اعمل معروف خليك مظلوم ما تبقاش ظالم. حاولوا تاخدوا دايما شكل المظلوم، يا بخت اللي بقت مظلوم. ما تدخلش في خناقات ورث وبتاع وتقول بالملي كده، مفيش بالملي، هيحس الطرف الثاني انك ظلمته. تعال على نفسك، اتظلم احسن، لانك لما بتتظلم عند ربنا كبيره. ما اقصدش تتظلم فوق طاقتك النفسيه، لكن خليك ايه، جاي على نفسك شويه. اوعى تقبل تهمه الظلم لانها تهمه صعبه، فحاسب منها، حاسب منها، لحسن تكون بتظلم بدون حق. سارة لغاية الوقت ده ما كانتش حاسة انها ظلمت، خلي بالكم، هي مش حاسة انها ظلمة، دي حاجة وحشة ان الواحد ما يحسش انه بيظلم، حاجة تخوف. ممكن نكون بنزعق ونشخط ونشد على الناس ويبقى في قلبه بيقول لك يا ظالم انت ظلمت، حاسب، والمعيار مش معيارك، الحكم يجي من ربنا، فحاسب لحسن ربنا يسمع صراخ المظلومين. قال لا ملاك الرب أنت حبلة لدين اسم الرب سمع لمزلتك ويكون إنسانا وحشيا. ده الكتاب المقدس اللي بيقول كده، يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، مش يد شيك هاند طبعا، يد على كل واحد، يد كل واحد عليه، وأمام جميع إخواته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى، لأنها قالت هنا أيضا رأيت رؤيا، لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤى. هي بين قادش وبارد، ده موسى النبي بيوصف المكان لأنه هو اللي بيسجل الأحداث بعدها بربعمائة سنة، فبيسجل الأحداث فبيقول المكان ده البير، يا جماعة اللي عارفين بين الحتة دي والحتة دي هو البير ده اللي كان عنده المسيح بيكلم هاجر. فولدت هاجر لابرام ابنا، ودعا ابرام اسمه ابنه الذي ولدته اسماعيل، وكان ابرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام. ايه الرؤى؟ معناها الرب يرى، او رأيت الله. معناها يا جماعة لما الواحد بيبقى مظلوم قوي ووحيد قوي، ده اكتر وقت تقدر تشوف فيه ربنا. لو مظلوم بجد ومقهور قوي ووحيد قوي، لما الدنيا تقفش قوي كده، أكتر وقت ممكن تشوف البير ده، اللحي رؤى ده، إيه الرؤى؟ يعني رأيت الله. هاجر ما شافتش ربنا تاني، لكن الرؤية دي اتمتعت بيها في أوحش وقت في حياتها، بعد كده خلاص ابنها بقى يعل همها والدنيا مشيت معاه. نتائج بعيدة لأخطاء قديمة، تبدو بعض الأخطاء صغيرة قوي في أولها، لكن ممكن ينتج عنها خطايا كبيرة قوي بعد سنين. خطية سارة ايه؟ طمعت في عيل، يعني مش خطية قوي. خطية هاجر ايه؟ صغرت ستها في عينيها. ما ايه رأيكم بقى كم خطية على بعض دول؟ طلعوا انسانا وحشيا، يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، عدوانية يعني. طب ليه كده؟ دي الخطايا اللي تبدو صغيرة في الأول. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح،
شوف التعبير الكتاب مش راضين ما بيقولش ابدا زوجة ابراهيم التي ولدته لابراهيم، لكن ما بيقولش مراته طبعا. فقالت لابراهيم، صار لسه الغيرة، الغيرة دي من اصعب الحاجات اللي تتشال، يعني خلاص الولد كبر، خلي بالك الولد اتولد وابونا ابراهيم فرح بيه وكبر وبعدين ايه لقيته بيهرج بقى مراهق، وبقى ايه لسانه لازع شوية وبيمزح وساعتها كان اسحاق اتولد، بس اسحاق لسه عمره سنة مثلا، فده فرق بينهم حوالي 14 او 15 سنة، لان ابونا ابراهيم 86 جاب اسماعيل، 100 جاب اسحاق. فقالت له بص بقى اطرد هذه الجارية وابنها، تاني في خطايا تقعد في القلب 14 سنة وتطلع تاني، ما هي اطرد دي حصلت قبلها مش كده؟ مش قالت له انا ظلمي عليك وربنا يحكم بيني وبينك، وزلتها خلتها هي تمشي المرة دي عيني عينك، لا مشيها بقى دي استقوت، اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عين ابراهيم لسبب ابنه، ابونا ابراهيم ارتبط طبعا باسماعيل نفسيا 14 سنه في حضنه مهما كان، فهنا بقى ما قدرش، ما كانش شايف الولد زمان لما كان في بطن امه، فقدر يعني يسكت على طرد هاجر، دلوقتي هيسكت ازاي؟ فقبح الكلام جدا، كل ده بسبب انه رضي من الاول بالموضوع الغلط. فقال الله، ربنا اتدخل، قال له ابراهيم انا عارف ان قلبك وجعك، بس معلش ده تمن اللي انت عملته من الاول، لازم قلبك يوجعك شوي، انا مش ههاود سارة لان سارة معاها حق، لاني انا ليا خطة تاني انتوا ما مشيتوش فيها من الاول، فانا مش بقول لك اسمع كلام مراتك لان مراتك صح مراتك غلط، لكن لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل ما جاريتك في كل ما تقول لك سارة، اسمع لقولها. ده هنا على غير رغبة ابونا ابراهيم المرة دي، فاهمين ازاي؟ انه نفسه اسماعيل يقعد، وكان فاكر ربنا يبقى معاه، قال له لا لان انا من الاول مش دي الخطة، مش ده اللي انا اتفقت معك عليه، انا ما عنديش حد يورث غير اللي يطلع من سارة، انا مديكوا كلمة، مديكوا كلمة، مفيش حاجة اسمها عمر ولا وقت ولا ظروف، انتوا تصرفتوا غلط، يطلع الغلط بره الخط بالوقت. بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا عشان خاطرك يا ابونا إبراهيم سأجعله أمة لأنه نسلك. خلي بالكوا ربنا إيه حاطط إسماعيل بين حاجتين، ابن إبراهيم الغالي ورجلا وحشيا، هيبارك له عشان خاطر ابن إبراهيم، لكن طبعه الوحشي ده مسؤوليته هو. قولوا لي أنتم الذين آخر جزء بقى ناخده مع بعض. معلمنا بولس بقى كان يقعد يدخل بقى في النصوص دي ويطلع حاجات حلوة، هننقل عهد جديد دلوقتي ونشوف كيف قرأ، انتوا خدام بقى، بولس قصة هاجر وسار. احنا كده خلصنا السيناريو الاولاني، انما بولس بقى لما بيقرأ القصة بعدها ب 1800 سنة بيطلع حاجات من جوه جميلة جدا. غلاطيا 4، فغلاطيا بولس الرسول كان بيناقش بدعة التهود، ان بعض اليهود اللي امنوا بالمسيح بدأوا ينادوا لازم المسيح يبقى يهودي الاول، لازم ختان، لازم ناموس، احنا كلنا اولاد ابراهيم، لازم تبقوا اولاد ابراهيم الاول قبل ما تبقوا تبع المسيح، كلام يهودي. بولس تصدى ليهم بشد، راحوا مجمع اورشليم، الاباء الرسل وافقوا بولس، الجماعة مش راضين يسكتوا، بيلفوا في كل بلد ينشروا افكارهم ويقولوا أي مسيحي لازم يبقى يهودي الأول زي شهود يهوى دلوقتي. فبولس مش ساكت، فكتب غلاطيا كلها عشان يرد على الفكرة دي، ويقول يا جماعة ما ينفعش، يا نمسك في المسيح يا نمسك في الختان والناموس والسبت والفرايد والذبائح، ما ينفعوش السكتين مع بعض، اللي صدق في المسيح يبقى الحاجات دي ملهاش قيمة دلوقتي، هنمشي في ناموس المسيح اللي جزء منه الناموس الأبوي بتاع العهد القديم، لكن مش هنمشي في الفرائض والسبت والذبايح والتطهيرات والاغتسالات خلاص الكلام ده ما بررش حد، نفس السيناريو اللي قاله في روميا. فبعد ما قعد يأكد على ان الخلاص بالمسيح وحده بفدائه
بالإيمان بالمعمودية بالحياة المقدسة اللي تليق بأولاد الله، قال لهم هجيبها لكم من العهد القديم، هثبت لكم اللي أنا بقوله ده مش جديد، إن من الأول في نظامين، نظام يمشي عند ربنا ونظام ما يمشيش، في سكة توصل وفي سكة ما توصلش من الأول. فيقول قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، يبقى بيكلم مين؟ بيكلم أصحاب بدعة التهود اللي هم مسيحيين بيقولوا لازم نبقى يهود، يقول لهم أنتوا تعالوا أسألكم، أنتوا اللي عاوزين تقولوا ناموس ناموس ناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ مش أنتوا حافظينه ومذاكرينه؟ فإنه مكتوب إيه؟ هيجيب حتة من الناموس، كلمة الناموس ساعات تقال جزافا كده على كل الشريعة وكل التوراة، خمس أصفار بتاع موسى. يقول لهم مكتوب كان لابراهيم ابنان، واحد من الجاريه والاخر من الحر، يبقى بيحكي الحكايه. ولكن الذي من الجاريه، هيبتدي بولس يشرح، ولد حسب الجسد، ده التفسير بقى، اما الذي من الحره فولد بموعد. يعني ايه؟ يعني لما هاجر ولدت، حبلت ولدت، المشروع ده مشروع جسدي من اوله لاخره، التفكير تفكير جسدي أرضي، الخطة خطة سارة، الشخصين إبراهيم وهاجر وربنا مش موجود في الموضوع خالص، لا وعد بالكلام ده ولا طلب الكلام ده ولا بارك الكلام ده. فهنا الذي من الجارية ولد حسب الجسد، خلي بالكم المعنى، يبقى جسداني طبعا، لازم يطلع جسداني أرضي، عينه في الأرض، ما ينفعش أكتر من كده. أما الذي من الحرة سارة فولد بموعد، يعني ربنا مدي موعد مع أنه متأخر عليه قوي، بس الموعد باقي، أنه من سارة يدعى لك نسل، كلمة ربنا ما تنزلش. فبيقول كل ذلك رمز، هيبتدي بقى بولس يشرح لنا إيه رمز العلاقتين دول، أو ماذا تمثل سارة وماذا تمثل هاجر. الحتة دي مهمة، لأن يعني في ناس تقول الرمز كتير، لا ده الرمز موجود في جوه الكتاب، المدرسة الرمزية بدأها بولس مش بدأها أوريجانوس مثلا زي ما بيدعوا. كل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، الاتنين دول هاجر وسارة يرمزوا للعهدين قديم وجديد. ازاي؟ إحداهما من جبل سينا، جبتها ازاي دي؟ علاقة سينا بالموضوع، الوالد للعبودية، لأن في سينا كانوا عبيد وكل اللي في سينا حصل لهم إيه في الآخر؟ ماتوا، محدش منهم دخل كنعان إلا يشع وكالب، كل مات الألف هلكوا لأنهم عاشوا عبيد، عاشوا في ذل العبيد. طب ليه سمى سينا هاجر؟ قال لأن هاجر تساوي جبل سينا في العربية، ده أستاذ لغات كمان بولس. فأتاري كلمة هاجر في أصلها اللغوي هي نفسها سينا في العربي، فاهمين الفكرة؟ كلمة هاجر تعني سينا في اللغة، أو الاسم الثاني ساعات يبقى مثلا يقول لك ميري يعني مريم، يعني فاهمين ازاي؟ ففي أسماء كده. فقال لهم فهمتوا؟ إذا هاجر تمثل مرحلة سينا، ومرحلة سينا هي عز العهد القديم اللي انتهى في الآخر بإيه؟ بهلاك اليهود، لأنه ما قدروش يوصلوا ليه؟ عاشوا عبيد مش عارفين يتمتعوا بربنا كأب، عاشوا مستعبدين لشهواتهم وخطاياهم، ويوم ما غاب عنهم موسى عملوا عجل ذهبي، مش عارفين يعيشوا في حرية مجد أولاد الله، مش ولاد سارة الحرة خالص. اليهود دول ما يستاهلوش يبقوا ولاد سارة الحرة، سارة دي ست هانم حرة، إنما دول عاشوا زي عيشة العبيد. ولكنه يقابل، شوفوا بقى الرمز هيتنقل لمرحلة تانية، حاولوا تفهموا النص ده غني شوي. إذا ده كان يمثل في العهد القديم مرحلة سينا اللي انتهت بهلاك اليهود. يقابل في وقت بولس إيه؟ يقابل في بداية العهد الجديد إيه؟ الذين ما زالوا يتمسكون بأورشليم الحاضرة، اللي هم اليهود اللي مقيمين في أورشليم وعمالين يقولوا الهيكل الهيكل، ساعتها كان الهيكل موجود. فقال لهم اللي لسه عايشين بفكر يهودي وكل حياتهم في عبودية العهد القديم ومسكين في الهيكل والفرائض والسبت والناموس والذبايح، دول كلهم يعتبروا هاجر،
لأن هاجر جارية، دول عايشين عيشة عبيد، دول ما دقوش يعني ايه حرية ولاد ربنا، ما فهموش يعني ايه ولاد عز اسحاق المولود ابن العز ابن الموعد، فهم مش فاهمين هذه. ولكنه يقابل أورشليم الحاضر، فقال يعني ايه، يعني كل اللي بينادوا بالتهود يقابلهم اليهود القدام اللي هلكوا، ويقابلهم اليهود المعاصرين اللي رافضين المسيح، كل دول كمان يمثل هاجر وابنها، ملهمش ميراث أبدي، ملهمش نصيب مع المسيح، لأنهم رافضين المسيح، رافضين الحرية اللي المسيح بيتكلم بيها. يقابل أورشليم الحاضرة لأنها مستعبدة مع بنيها. أورشليم في الوقت ده كانت مستعبدة من الرومان ومستعبدة من الحرف، واخدين بالكم، عبادة الحرف كانت ما زالت موجودة، والفريسيين والكتبة داخلين طالعين، والدنيا كلها حرف في حرف. أما أورشليم العليا اللي هي بقى كنيستنا والسماء بعد كده، كنيستنا هي مدخل الأبدية بعد كده، التي هي أمنا جميعا، فهي حرة. هو ابتدى بكلمة إن الاتنين دول رمز، هاجر رمز لسيستم معين، وصار رمز المنهج تاني. هاجر تمثل العبدة اللي طولت وعاوزة تبقى سيدة، إنما في النهاية القرار الإلهي لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. مهما كبرت وعليت مفيش ورث لدي مع دي. فبيقول لهم كل اللي عاوزين يرجعوا لليهودية والتهود ويعيشوا في الحرف بتاع الناموس وذل العبادة القديم، دول عايشين زي الجارية هاجر وولادهم مش هيورثوا. إنما احنا مدعوين لحياة حرية، أمنا الجديدة اللي سارة كانت ترمز ليها، كنيسة العهد الجديد الحرة، السماء المفتوحة اللي مستنيانا. أمنا جميعا هي حرة لأنه مكتوب، ما بيكلم ناس معهم عهد قديم ومذاكرين، افرحي، دي من أشعية دي، أيتها العاقر التي لم تلد. أشعية قبل إبراهيم ولا إبراهيم قبل أشعية؟ أبونا إبراهيم قبله بألف سنة. إنما أشعية تنبأ وقال إيه؟ افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. كلام على مين؟ الكلام على سارة، بباك فلاش باك كده ألف سنة، يا سارة يا عاقر اللي قعدت 40 سنة مستنية، افرحي، جالك اليوم اللي تحبلي وتولدي والموعد يتحقق. وافرحي يا كنيسة العهد الجديد اللي بقالك كذا ألف سنة مستنية تتحرري من الخطية، ويبقى المسيح عريسك وتبقي ولادك ولاد الحرة. فكنت عاقر، يعني البشرية كانت عاقر، البشرية كانت عجوزة وعاقر، لأنها مش بتطلع حد حر، كل البشرية عبيد. لكن كنيسة العهد الجديد حررتنا من الشر، فطلعتنا ولاد ربنا، ولاد حرة. أمين. فافرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي والصرخي أيتها التي لم تتمخض. يعني عمرك ما شوف ما فهمت يعني ايه مخاض ولادة، جالك اليوم هو اللي هتولدي وتتمخض. فإن أولاد الموحشة، الموحشة يعني المهجورة، يعني الوحشة، مين؟ البشرية كانت وحشة، طلعش حاجة عدلة، تخلفش عيال كويسين، كل عيالها بيموت. أولاد الموحشة العاقر أصبحت أكثر من التي لها زوج، يعني مؤمنين العهد الجديد ولاد كنيسة العهد الجديد أكثر من اللي قاعدين يقولوا إيه لنا إبراهيم أبا. فاهمين إزاي؟ قال لهم ربنا قادر يطلع من الحجارة أولاد إبراهيم، وقعدوا غنوا أغنية لينا إبراهيم أب دي لغاية ما تهلكوا. دلوقتي أنا بقول لكم ربنا أبوكم، موضوع أكبر من كده. أما نحن، رجع لينا بقى، أيها الإخوة، فنظير إسحاق أولاد الموت. يعني إحنا قصاد سارة وهاجر في شخصيتين تاني، في إسماعيل ناحية هاجر وفي إسحاق، ماشي؟ إحنا مش ولاد هاجر، إحنا ولاد سارة، يبقى بالتالي إحنا ولاد إيه؟ إسحاق، أو على مثال إسحاق. ولاد هاجر الحرف العبد يمشوا في سكة إسماعيل بكل اللي تقال عنه، وحشي ويد على كل واحد ويد كل واحد عليه، تنطبق على اليهود وغير اليهود دلوقتي، واخدين بالكم؟ لكن في منهج إسحاق الجديد
إسحاق المظلوم في الدنيا، لأنه خلي بالكم القصة ابتدت أن إسماعيل سخر من إسحاق، يبدو أنه إيه كان مثلا إسحاق ده لسه طفل سنة، فإسماعيل مسك مثلا السرير بتاعه كان هيدلقه يعني، بيتغاظ منه. ودي سر طرد سارة الهاجر، يمزح هنا يعني بيلعب بالبيبي الصغير، بيلعب بغل إسماعيل لأنه كبير وشاف الهيصة اللي معمولة لأخوه اللي لسه مولود وأخوه ابن الحرة، فدخلت الغيرة جواه فابتدى الاضطهاد من يوميها. فاهمين ازاي؟ الاضطهاد بدأ من يوميها، فعشان كده ربنا قال لا ده يطلع بره لأنه ما يورثش. كما كان حينئذ نظير إسحاق أولاد الموعد، كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. فهمتوا عاوز يوصلنا لإيه؟ ده إسماعيل من يوم وحط إسحاق في دماغه وهو لسه مولود وبدأ الاضطهاد، بدأت الغيرة. ليه؟ لأنه عارف أن إسحاق حقه الشرعي أن يرث، إسماعيل ممكن ما يورث لأنه دخيل على ربنا، لأن ربنا ما قالش الموضوع ده يمشي كده. فاهمين الفكرة؟ لأن دي خطة سارة مش خطة ربنا. واضحة الفكرة؟ فهنا بيقول إحنا دلوقتي كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. يبقى طول ما احنا عايشين في حرية مجد أولاد الله، حاطين سارة أمنا، مستنيين الموعد الأبدي، متمسكين بإيمان أبونا إبراهيم مش بضعف هاجر وسارة، هنتعب في الدنيا، هنضطهد. ولاد الدنيا، ولاد الحرف، هيبقوا فوق راسنا لازم. كما كان إسماعيل الذي ولد حسب الجسد يضطهد إسحاق الذي ولد حسب الروح، هكذا الآن أيضا. ده مش وقت بولس بس، كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. ده نظام الدنيا هيستمر كده. طب آخرتها إيه؟ يقول إيه؟ ولكن ماذا يقول الكتاب؟ نرجع برضو للكتاب، الخبر الحلو بقى آخرتها إيه؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. ده مش قرار سارة، ده قرار ربنا، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. محدش هيدخل السماء إلا اللي عايش في حرية. حرية يعني إيه؟ إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. اللي يمشي ورا المسيح يدوق حرية مجد أولاد الله، يعرف يعني إنسان حر من الشهوات، من الجسديات، من عبودية الفلوس والماديات، من الأنانية والكراهية والكبر والعنف والعند والتوحش. اللي يتحرر من ده كله ينتمي لسارة دلوقتي ولا ينتمي لهاجر. فيقول لهم بقى الخبر الحلو، إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. الخبر الحلو، حلو ووحش في حتة. حلو قوي ليه؟ لأنه مصيرنا مصير أبدي. وحش في حتة صغيرة يعني إيه؟ في اضطهاد. فهمنا؟ لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة، لكن كما كان هكذا يكون. كما كان ابن الجسد يضطهد ابن الروح، سيظل أولاد الجارية يضطهدوا أولاد الحر. واخدين بالكم؟ ده مشروع ربنا كده، نظام ربنا كده. فنرجع ونقول إيه؟ معلمنا بولس بحكمته طلع أنه إحنا عندنا رمز دقيق من العهد القديم يشرح لنا السكتين اللي بيقولوا مودين السماء. في سكة مش بتوصل وفي سكة بتوصل. السكة اللي بتوصل أضيق، أضيق لأن فيها اضطهاد، فيها تعب. يبان ولاد ربنا أصغر أقل، بس هم دول اللي هيورثوا. سكة الدنيا أوسع وأكبر وأقوى على الأرض، بس دي مش بتوصل السماء. فنعمل كده إيه؟ زي مقارنة أخيرة، نقول يا ترى احنا دلوقتي حسب الجسد ولا حسب الموعد؟ يا ترى احنا النهاردة تبع سينا ولا تبع السماء؟ هاجر ولا سارة؟ سارة يعني الفرح بالمناسبة، سارة يعني الفرح، ثمر الروح فرح. فاللي حسب الروح لازم يعيش فرحان،
الحياة التانية ما فيهاش فرح. احنا تبع الجارية ولا تبع الحرة؟ يعني عايشين في عبودية الحرف، الرعب والخوف والقلق، ولا ربنا أبونا؟ ربنا أبونا يعني العلاقة كده حرة بقى. هل الولود، الولود يعني اللي بيجيب كتير قوي، ولا التي كانت عاقر؟ بصراحة اللي يتولد عندنا بيطلع عينينا، لكن هناك الدنيا كتير مش كده؟ مش مهم، مش مهم، لأنه اللي يتولد بيتولد رايح السماء، فحتى لو تعبنا في ولادته وماله، يعني مخاض الولادة الجديدة، الولادة الروحية المعمودية تاخد غلبة. احنا تبع اسماعيل ولا تبع اسحاق الغلبان؟ واسحاق معناها بالمناسبة ضحك، يعني اللي هيضحك أخيرا، فاهمين ازاي؟ مش مهم اللي يضحك دلوقتي، كان اسماعيل يمزح فيضحك في الدنيا، ولكن اسحاق يظل يضحك الى الابد، فاهمين؟ لان اسحاق يعني ضحك. مين اللي يضطهد ومين اللي مضطهد؟ احنا ما بنضطهدش حد، ولا نعرفش نضطهد حد اذا كنا مسيحيين بجد. احنا نظير اسحاق، اللي يقرا سيره اسحاق يلاقي راجل يا عيني طول حياته مضطهد ومسالم جدا، مسالم جدا، ما عندوش مشاكل. اخيرا ميراث ارضي، يجروا على الدنيا وياخدوا كل اللي عاوزينه في الدنيا، لكن المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم، انا مش من هنا، وخدامي عارفين كده وماشيين على كده. وها ملكوت الله داخلكم، لالهنا كل مجد وكرامه لابدا.